أحيانا يكون الفن أقوى من السياسة. مصمم أزياء إسرائيلي يبتدع تصميمات يستخدم فيها الكوفية الفلسطينية بلونيها الأحمر والأسود، وترتديها عارضات أزياء إسرائيليات، حيث يعتبرها المصمم خطوة نحو التعايش بين الفلسطينيين والإسرائيليين رغم اتهامه بسرقة التراث الفلسطيني. فهل ينجح الفن بما أفسدته السياسة؟ التفاصيل في تقرير نسرين إبراهيم أبو غوش. في خطوة ليست الأولى من نوعها، حيث تدخل الكوفية والمطرزات الفلسطينية إلى الموضة الإسرائيلية، إذ ارتدت عارضات أزياء إسرائيليات ملابس مصنوعة من الكوفية الفلسطينية، وذلك خلال أسبوع تل أبيب للموضة لربيع وصيف 2016. أستخدم عادة في كل تشكيلة أصممها أقمشة مختلفة. هذه المرة قررت استخدام الكوفية. حاولت ذلك كثيرا من قبل، ولكن في كل مرة كان هناك فجأة ما يعيق العمل. المصمم الإسرائيلي يارون مينكوفسكي ينفي استعمال الكوفية بغرض السرقة، وإنما لهدف التعايش بين الشعبين الإسرائيلي والفلسطيني، إذ قال إن غايته من وراء استخدام الكوفية الفلسطينية هو تعزيز التعايش بين الجانبين. العمل لم يكن وليد اللحظة والأحداث، لقد كانت التشكيلة جاهزة منذ وقت طويل، واستخدامي للكوفية جاء من منطلق الاحترام والتقدير للعادات العربية. لم أقصد بالطبع سرقة الكوفية، ولكنني استخدمتها بأمل التعايش للتواصل بين الثقافتين العربية واليهودية. وأضاف المصمم يارون إنه اقتنى الكوفية من مدينة الخليل الفلسطينية، وقام بتحويلها خلال 6 أيام إلى أزياء وفساتين تناسب العرض وتبعث برسالة سلام، رسالة لم تجد ردود أفعال إيجابية عند الفلسطينيين ولا حتى الإسرائيليين. أدعو الجميع إلى اقتناء التشكيلة والإقبال على هذا التصميم من أجل إظهار الدعم للأمل والسلام وليس لدعم الألم والظلام. يجب التعامل معه كرمز جديد للتعايش. تصاميم يارون أتت في غضون المواجهات بين الإسرائيليين والفلسطينيين، ما اعتبره الأغلب توقيتاً سيئاً، إلا أنه يؤكد على الانتهاء من عمله قبل اندلاع الأحداث. لم أستخدم الكوفية من أجل الوصول للجمهور المستهلك، التشكيلة متنوعة وغنية واللباس بجودة عالية. على الرغم من المواجهات المتصاعدة بين الجانب الإسرائيلي والفلسطيني، يخرج من تحت الركام زي إبداعي يمزج بين الفن الحديث وبين كوفية فلسطينية الهوية على يد مصمم أزياء يهودي القومية، عمل يبث رسالة مفادها الفن يجمعنا ويفوق السياسة. نسرين إبراهيم أبو غوش لـ I24 News من صالة أزياء يارون مينكوفسكي.